موضوع اللائحه ده حاجه مهمه جدا لكل الانديه اللي في مصر، لان كل نادي اضرب الظروف بتاعته واضرب المرحله اللي هو فيها في الوقت ده، فمحدش هيعمل لائحه لكل نادي غير يعني احسن من مجلس الاداره بتاعه، لانه على درايه كافيه بكل الامور الماليه والاجتماعيه والرياضيه، فده طبيعي جدا. انا مبسوط جدا ان هليوبلس الجمعيه اكتملت ولسه بدري كمان، ده اكتملت من نص ساعه ولسه بدري، بس انا برضو عندي ثقه في الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي، واحنا مستنيينهم الجمعه والسبت الجايين ان شاء الله، لان ال 12000 ونص دول مش صعبين، لو الناس عندها اراده شويه اكيد الناس هتبقى موجوده. ومش موضوع تحفيز، هو الفكره كلها انت عايز اللائحه بتاعتك بتاعت النادي الاهلي، ولا انت عايز تمشي على لائحه يعني مش عايز اعلق عليها قوي، انما الفكره كلها انه طبيعي جدا ان احنا عاملين لائحه تليق باسم النادي الاهلي، يعني تنفع الوقت اللي احنا فيه جدا، مش عايزين حد يحدد لنا مصيرنا. يعني النادي الاهلي ما ينفعش حد يحدد له مصيره، ما ينفعش حد يقول له يعمل ايه وما يعملش ايه، يعني احنا مش محتاجين حتى مساعده من حد، احنا نعرف نقوم بالترتيبات اللازمه ونعرف نعمل لائحتنا كويس قوي، واعتقد ان ده جاهز دلوقتي، مش ناقص غير بس ان الاعضاء تيجي، واتمنى ان هم يجوا بغض النظر، وحتى لو هم مش عاجبهم اللائحه يجوا يقولوا لا ما عنديش مشكله، بس لازم بس يكون في فعاليه شويه، لان العدد كمان يفرق كتير، كل ما العدد بيزيد كل ما انت بتعرف ان الناس واعيه وبتعرف ان الناس موجوده ومش ناسيه، وده اللي بتمنى منهم يعني ان شاء الله. احنا ما فيش حاجه اسمها عدم قانونيه، لانه القانون موجود للجميع، هي مش حاجه مستخبيه، يعني ما فيش في القانون ما يمنع ذلك، انا مش قانوني وما بفهمش في القانون، بس يعني كل المستشارين والقانونيين اللي احنا سالناهم، وهم مش ناس قليله في البلد، يعني هم من اشطر الناس اللي موجوده في مصر، يعني كلهم بيقولوا ان ما فيش ما يمنع، احنا مكملين زي ما احنا. الجمعيه العموميه ان شاء الله هتبقى على يومين، نستنى الاعضاء يجوا ويقولوا صوتهم، واتمنى ان الموضوع يخلص من اول يوم، ما يبقاش حتى في لازمه لتاني يوم، يعني انا اتمنى ان الموضوع يخلص يوم الجمعه، وادينا شايفين اهو في انديه، يعني النهارده نادي هليوبلس مثال محترم جدا، الناس كملوا الجمعيه الساعه 3 الظهر كانت الجمعيه كامله، وقبل الساعه 3 كمان، فالنادي الاهلي ليه ما يقدرش يكمل الجمعيه في نفس اليوم او يمكن بعديها بشويه، يعني اتمنى ان انا اشوف عدد كبير واقبال كبير على اللائحه، لانه زي ما بقولك ده مستقبل نادي، دي ولا لعبه ولا حاجه اجتماعيه ولا بتاع، ده مستقبل نادي انت بتحطه ليك ولولادك ولاحفادك، فاتمنى ان الناس تكون واعيه لده، واحنا يعني دايما بنراهن على وعي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي يعني.